زمان خالص اجدادنا كانت بتعزف عليه والسمسميه وجركن بس، احنا طورناها بقى وعملنا بقى المجرونه وعملنا النايات الناي يعني، ولسه هندخل فيها الارغول اللي هو زي المجرونه بالظبط بس طويل. فالمزيكا يعني دي غذاء الروح يعني، في كل بلد اذا كانت اوروبيه ولا عربيه الموسيقى دي اساسا دي غذاء للروح، وبعدين بتريح النفوس. والليلة في مدينة ضي السكر والشربات علي، والليلة في مدينة ضي السكر والشربات بلى على كلام وورج وطبل يعني على العادات التقاليد الشعبيه تماما. يعني في عندنا يوله، اليوله بالسلاح وبالخيزران وبالسيف نفس الوقت. فآلة الرانجو أصلا آلة سودانية من قديم الأزل، وآخر عازف رانجو بيلعب رانجو هنا في مصر دلوقتي هو عم حسن برجمون اللي لعب النهارده على الآلة. مع السمسمية طبعا بتتون خماسي وتتلعب بالشكل الخماسي زي ما انتم شفتم على الإيقاعات مع الأرتام مع صوت الرانجو أصلا مع اللي عامل زي المارمبا اللي هو أصلا متاخد منه المارمبا، فكرة المارمبا. فدي فرقة الرانجو يعني.